سباق الدراجات والجائزة الكبرى لوهران اختتمت بها الدورة الكبرى الخاصة بالغرب الجزائري، وكان فيها تألق للثنائي الجزائري برباري عادل من نادي سوفاك وهشام شعبان من نادي سيفيتال. التفاصيل مع اسماعيل ميلوتي. الجائزة الكبرى لوهران عرفت تألقا جزائريا بتفوق برباري عادل من نادي سوفاك وهشام شعبان من نادي سيفيتال. السباق الذي امتد على مسافة 112 كيلومترا على مسار مغلق يدور حوله دراجون 15 دورة كاملة. بدايته كان بأفضلية للدراجين الجزائريين بعد اللفة الثانية، حيث تمكن الثنائي الجزائري برباري عادل وهشام شعبان الانفصال عن الكوكبة بمحاولات انفلات كانت ناجحة في اللفة الثالثة بفارق زمني وصل 40 ثانية. ورغم محاولات المجموعة الملاحقة تقليص الفارق الزمني، إلا أن ثنائي المقدمة زاد من وتيرة السرعة وعمق الفارق الزمني إلى 2:48 لتتضاءل حظوظ الكوكبة في العودة. الدورتان الأخيرتان من السباق جس نبض وحسابات بين عادل برباري وهشام شعبان، وبرباري ينطلق دون أي ردة فعل من منافسه، حاسما السباق لصالحه ومحرزا المركز الأول فيما حل هشام شعبان ثانيا، والهولندي توماس رابو يكمل منصة التتويج. كان في وقت مبكر لأنه الدراجين ما قاموش عملية إحماء، وهذا أثر عليهم بزاف سيرتو في ديفيد كورت، وبروفيتيت لوكازيون أنا وهشام شعبان قدرنا نروح ودينا لافون شوية، كان كنا الاز وين نقدروا ريغليو ريفو تاعنا وروحو في لا ريغليو.